مجديه. ازيك يا مجديه؟ ازيك يا استاذ جلال؟ ازيك خالتي عامله ايه؟ وزي بنتكم الحمد لله. ما تاخذونيش يعني، انا شفت عربيه الاستاذ جلال تحت وقلت انزل اطمن على كريمه. الحمد لله ربنا ستر، ادعي لها بس. بدعي لها من قلبي. وانت يا اختي ما تبقيش توصي عن بنتك تاني. اه العيال غاليين ما بيجوش كده بالساهل. حاضر يا خالتي. لا يعني الحاجه فين؟ ما بشوفهاش كده يعني، لا داخله ولا خارجه، بقالها مده مسافره. مسافره؟ مسافره ده فين يعني؟ ايه وحصل حاجه؟ في حاجه يا ابني؟ لا يا خالتي مفيش حاجه، معلش انا هستاذنك بس عشان نلحق نروح المستشفى البنت لوحدها. اتفضلوا، ربنا يخليها لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضو يا جيسي؟ ايه الاوضه دي؟ انا هفضل الم وراكي يا بنتي؟ انت بقيتي خلاص، بقيتي كبيره، اقعد الم. تعالي اقول لك على حاجه يا حبيبتي. تعالي كاشا. تعالي البنات، مشاكل البنات. تقولي لي على ايه؟ شوفي شوفي انت. وريني. طيب شوفي، سيبك من الهدوم وشوفي. فين النضاره؟ استني وريني. شفتيها فين؟ جت لي الجامعه النهارده وكمان حضرت معايا الزياره الميدانيه. حبيبتي دبلانة خس قوي ليه كده يا نات؟ خس عليكي يا جيسي. طب ما كنت قلتي لي، كنت بعت لها فلوس معاكي يا ماما. الموضوع ما كانش مترتب له. وهي عامله ايه دلوقتي؟ سالتك عليا؟ هي تعبانه قوي يا ماما، صعبانه عليا قوي. ما تكلمي بابا بقى يا ماما، وكفايه كده. انا محتاجه لاختي زي ما هي محتاجه لنا. يعني هي كانت سالت عليكي ولا عليا لما راحت اتجوزت الجواز الهباب دي؟ اديكي قلتي اتجوزت، يعني ما عملتش حاجه حرام. اه يا بنتي ما عملتش حاجه حرام، بس هربت من بيت باباها، خليته يعيط دم، ده كان روحه فيها. يا ماما حرام عليكم والله، كفايه كده ان هي ممكن يجرى لها حاجه. وبعدين مش انتوا اللي ما رضيتوش تجوزوها اللي هي عايزاه؟ ماله ابي احمد يعني؟ ماله ابي احمد؟ مش كفايه معيشها العيشه اللي زلها دي؟ يا ماما اللي زل انها تبعدها عننا. والله انا مش عارفه اعمل ايه. هتكلمي بابا ولا اكلمه انا؟ ما انا كلمته كتير يا جيسي، كلمته كتير. قلبه مقفول من ناحيتها، مش عارفه ليه. انا خايفه يقابل ربنا وهو غضبان عليها. اه والله يا ماما ما تقوليش كده، بعد الشر عليه. يا حبيبتي بعد الشر عليه، بس اعمل ايه؟ انا عملت كل اللي عليا. بقول لك ايه يا جيسي، هو بيحبك يا بنتي، انت الصغننه، انت الأملاية، ما تروحي كده تدلعي تحنيني قلبه. جايز هروح يا ماما، بس انت هتبقي معايا صح؟ هكون معاكي. ربنا يخليكي ليا، احنا ماما في الدنيا. تعالي. جلال، هي مين اللي اسمها فريال دي؟ عميلة. ايه؟ زبونة. وهي الزبونة دي عايزة منك ايه؟ انت مش بتقولي بتاع الأوبر ده ما بيشتغلش في البيت؟ هي صحيح الست تريزا دي ليها كرامات؟ معرفش. اصل هما كانوا بيقولوا ان الحاجة كريمة تملي تروح هناك تقيد لها شمعة. طب ما ينكوا سبب تاخدوني انا كمان اروح اعيد لها شمعه، يمكن تاخد بيت البنت كريمه. انا رايي ان انت تخليكي في حالك وتاخدي بالك من بنتك وتحاولي كده تبقى ام عدله. يا جلال كلامك ده بيذبحني. انت فاكره ان انا هنسالك اللي انت عملتيه في البيت؟ ماشي. والله العظيم لولا غياب امي. وبعدين انت جبت اسم فريال ده منين؟ أنا شفتها بتتصل عليك على التليفون. أه يا فتحي. إيه يا حبيبي؟ بقول لك أنا لقيت دور نشر كده صغيرة، عاوزين حد يصممه أغلفة. ما هيقعدوا يقولوا لك كمبيوتر بقى ونيلة. وديك أنت شايف يعني ما لحقتش أدور على كورسات ولا معايا فلوس أصلاً. يا عم أنا فهمت صاحب دار النشر إن أنت يا دوبك هترسم بإيدك، وهو عنده كام واحد بينفذ؟ هو أي حاجة جيب أي حاجة يا عم أحمد.
كتر خيرك والله فتحي، تعبك معايا وشايل هم. يا عم ما تقولش كده، طول عمري خير عليك. بقول لك ايه يا ابني، هو انت مش ناوي تهوب ناحيه المدرسه تاني؟ استاذ اسامه بيسال عليك، واضح كده ان هو بايع على وجودك معايا. ازاي يعني؟ يعني هي المدرسه قفلت عشان انا ما روحتش، ولا العيال طلعوا مظاهره علشاني؟ يا عم ما تقولش كده، على فكره استاذ اسامه يعرف والدتك كويس وبيحبها وبيحترمها. سيبك بقى من الناس اللي حواليه اللي بيطبلوا وبيزمروا واللي عمالين بيفتوا فيها، خليك بس مركز كده يا احمد. وبصراحه كده انا ما بحبش ابقى موجود في مكان يعني مش متقدر فيه. صح يا عم، كبر دماغك يا عم احمد، المهم ركز بس في اللي انت فيه، ولو عوزت اي حاجه بكلمني. ها، وهحدد ميعاد مع الراجل ونروح نقابله. كتر خيره يا مسهل. ماشي يا حبيبي، سلام. فتحي جايب لك شغل؟ بيحاول كتر خيره، بس كله كلام فاضي. طب وشغلك في المدرسة؟ عادي بقى، أنا زهقان على يائس، حياتي كلها بايظة. بالراحة على نفسك يا حبيبي، أنت عمرك ما كنت يائس. ربنا يفرجها إن شاء الله. ركز يا ابني في السواقه يا ابني. الله، ماشي حاضر. يا امي تايهين من غيرك، رحتي فين؟ الو يا هشام، ازيك؟ وازي خالتي؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ مفيش اخبار جديده عن خالتي كريمه؟ لا والله يا حبيبي مفيش، رايحين نشوف موضوع سانتا تريزا ده. بقول لك يا احمد، انتوا تعرفوا واحده اسمها ماتيلدا؟ 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 ايوه، دي صاحبه ماما، بس ما نعرفش عنها حاجه بقالنا كتير. ليه، في حاجه؟ بصراحه يا احمد انا كنت لسه داخل من البيت من شويه، فلقيت ماما بتتكلم في التليفون على التليفون الارضي، فبعد ما قفلت فبقول لها ماما بتكلم مين؟ قالت لي بكلم واحده اسمها ماتيلدا، وخالتي عندها وكلمتها كمان. ماما عندها دلوقتي؟ يلا الكتيل طلع على هناك. ايوه. طيب يا هشام كتر خير، سلمني على خالتي كتير. باي باي. بجد؟ ماما عند ماتيلدا. يلا يا جلال على هناك. ايوه يا عم انا حاصر معاك. ماما عند ماتيلدا. يلا انت مين علمها لك؟ ايه البطء ده؟ خليكي في حالك وبطلت تزغني كده. خليها في حالك. ماشي ماشي برضو. طب راحت معايا ليه؟ ها الدواء ولا المكاتيب؟ الدواء. لقينا ماما، لقينا ماما. يا رب يا رب يا رب. أيوة حلو. يا الرخامة دي يلا. مساء الخير يا مجد. مساء الخير يا مطاس. الجماعة دول كانوا عاملين مشكلة كبيرة قوي وعاوزين يجابلوكي ضروري، وأنا جيت معاهم عشان أطمن. طنط ماتيلدا، حضرتك مش فاكراني؟ أنا دلال، دلال بنت كريمة البرلوسي. بنت كريمة؟ يا أهلاً وسهلاً، اتفضلوا اتفضلوا. شكراً يا غطاس. العفو يا مجد. قول لولاد الحاجة كريمة. أهلاً وسهلاً، اتفضلوا. ازيك يا دلال؟ وحشتيني، بقالي مدة طويلة قوي ما شفتكيش.
ازاي حضرتك يا طنط؟ نشكر ربنا. تعرفة الدنيا تلاهي، وجوزت وسافرت وخلفت وما رجعتش مصر من 5 سنين. ياه 5 سنين؟ نصيب بقى، هنقول ايه؟ انت جلال، انت جيت مرة وصلت الحج. مظبوط. انا ما بنساش. انت احمد؟ ايوه. احنا اسفين يعني على الزيارة المفاجأة دي. لا اسف ولا حاجة، دي انت ولاد اختي. انا بس عايشة لوحدي، ومريم بنتي عايشة في مصر الجديدة، شغلها هناك ما بتجيليش الا مرة واحدة في الاسبوع، والدنيا ما عادش فيها امان زي زمان. عارفة قدك باليوم، مش باليوم، نقول بالشهر والسنة بالظبط. ربنا يخليكم لبعض يا طنط. يا رب يا حبيبتي. خير يا ولاد؟ انتوا عايزيني في ايه؟ طنط، هو ماما كانت عندك من حوالي ساعتين كده، ساعتين ونص. ايه طنط سكتي ليه؟ هي كانت عندك؟ فهمت بقى، انتوا مزعلين كريمة في حاجة. والله احنا مش مزعلينها ولا اي حاجة، هي بس كانت أصل ايه يا جلال؟ طيب حضرتك في الوقت ده كلمتي خالتي عنايات في بورسعيد؟ ايوه كلمتها. يعني خالتك ما كانتش بتهيألها؟ طيب ماما كانت معاكي؟ تعالوا معايا، تعالوا. بعد إذنك. دي زي سبحة ماما. هي فعلا هدية من كريمة. بس إيه المكان المريح ده؟ الخلوة بتاعتي. أنا قعدت أخدم سنين طويلة في كنيسة سانت تيريز، بس المرض بقى وموت رفيق عمري من كام سنة بطأوا خطوتي، مبقتش قادرة على الخدمة، بس حسيت بصدري ضيق واني اتحرمت من بركتها، وشفت الناس اللي بتيجي تترجاها وقت الحزن والألم. عملت الأوضة دي خلوة أقعد أصلي ليا، أصلي لكل حد عايزني أصلي له، لغم أو هم في حياته. هو حضرتك تعرفي ماما من زمان؟ أنا كنت جارة خالتك في بورسعيد، وتهجرت وانا عيلة، وبعد موت جوز خالتك في اللغم والحزن اللي كان هيدمر حياتها، جت هنا في مصر عشان تتعالج من الانهيار. انتوا اكيد عارفين القصة دي. اللي فرد فيه ده كان شديد قوي، انا ما كنتش بتأخر عليها في الزيارة ولا في الصلاة، لغاية ما ربنا خد بيدها ورجعت لنفسها. بس ومن ساعتها وانا وكريمة زي الاخوات، وانا ياد سافرت رجعت بقى بورسعيد مع ابنها، كملت حياتها هناك. يعني امي ما كانتش هنا النهاردة؟ انا بقالي فترة ما شفتش كريمة، بس كنا بنتكلم في التليفون، بس هي في الاواخر كانت حزينة ومش عارفة ليه. هي كانت عموما لما بتتضايق كانت بتروح تزور السيده نفيسه او تجيلي في سانت تيريز، بس انا بقى بعد ما بطلت اروح سانت تيريز لاني ما كنتش قادره، وبقت تجيلي هنا ونقعد مع بعض. شوفوا ايه
السجادة دي كنت جايبها لها تصلي عليها لما تجيلي هنا. كنا بنقعد نسمع سورة مريم بصوت الشيخ عبد الباسط. الشيخ عبد الباسط؟ طبعا، احنا رب واحد وكلنا من جدر واحد يا بنتي، بس مين اللي يفهم؟ انا كنت بحب صوته قوي، بحب قوي بالذات اسمع سورة مريم منه، وبنتي كمان بتحب قوي نفس الصورة دي منه. احنا كنا نقعد نسمع الترانيم انا وهي ونبكي لحد ما ننضف من جوه. طيب ايه حكاية مكالمة خالتي عنايات دي؟ انا قعدت كتير اصلي النهاردة. بنتي مريم تعمل عملية كبيرة قوي، قعدت اصلي لها كتير. بعد كده نمت هنا على الكنبة وحلمت بكريمة، جت تبشرني ان مريم هتخف وهتبقى احسن من الاول، بس كانت حزينة وبتبكي. لما سألتها مالك قالت لي ولادي افتكريهم في صلاتك، ومشت وهي بتقول كل طريق له آخر ولو كان في آخر الدنيا. وبعدين يا طنط؟ قلقت عليها، كلمت عنايات عشان اطمن، عشان تليفون امكم ما كانش بيرد. يعني هي ما كلمتش خالتي؟ انا ما اعرفش، ما اقدرش اكذبها وما اقدرش اصدقها. امكم من الناس اللي ممكن تحس بحبايبها عن بعد، وحتى ممكن انها تتواصل معاهم. امي بقى لها فتره مش لاقينا. مش لاقينها؟ خرجت وما رجعتش لحد دلوقتي. أرجوك يا طنط لو تعرفي أي حاجة، لو قالت لك أي حاجة تقولي لنا. الدنيا خدتكم يا ولاد، اخص عليكم، سبتوها وعذبتوها، والدنيا دي سراب، ليه تاخدكم بعيد كده يا حبايبي؟ بس احنا نلاقيها يا طنط. ماما بخير، بس بس ايه؟ النعمة لما ما بنصونهاش ممكن تروح. يعني ايه؟ مش فاهمة. قدامكوا طريق طويل لازم تمشوه بدون ما تكلوا حتى ما توصلوا. طهر والخلاص مش بالسهل، لازم يبقى عندكم إيمان وعزم. ادعينا نلاقيها. هصلي لكم يا أحمد، ده الحاجة اللي في إيدي اللي أقدر أعملها لكم. زي مريم يا رب نسمع منك يا كريمة. تخف يا مريم. انت عارفه دلال، انت هتوحشيني قوي قوي قوي. مش عارف ليه المره دي حاسك هتوحشيني قوي، انت والولاد طبعا. ما تقولي اي حاجه انطقي يعني، قولي هتوحشني انت كمان، انت كمان، بس اي حاجه. هتبقى فرصه نكتشف حقيقه اللي بينا. فرصه ايه بس؟ احنا لسه هنكتشف اللي بينا. تصدق اني اكتشفت انه كده؟ انت عندك حق، هو فعلا انا الاجازه دي قصرت في حقكم جامد قوي قوي. لا خرجنا ولا اتفسحنا ولا رحنا
كله مصالح مصالح، بس صدقيني كل حاجة هتتعدل إن شاء الله، هي الدنيا هتتظبط والأيام جاية كتير بقى. أنت عارف يا خالد، أنا وإنت عمرنا ما خرجنا لوحدنا وقعدنا في مكان وجو شجرة واتنين ليمون، حتى أيام ما كنا مخطوبين. لو أنت يعني ده ليكي قوي في الكلام ده. عادي. طب ما كنت قولي لو ليكي في جو الهق والمق والشكليات والتفاهات دي، مفيش أسهل منها. حبيبتي الكلام ده تافه جدا، الحب ده بالفعل، أنا رجل أفعال لأقوال. الحب بس سهل أقول الكلام، إنما الحب بالفعل. طب هات إيدك. في إيه؟ بفعل. إيه؟ كحول. كحول. على الله بس يكون 70%. ها؟ هو يلحق فنون تطبيقية. ايه جلال؟ ما بتردش عليا ليه؟ معلش بنتي في المستشفى. ليه مالها؟ ألف سلام عليها. انتي في الشغل ولا ايه؟ اه. لحد دلوقتي؟ أنا فعلا ما بقتش فاهم قوي شغل ايه ده لحد دلوقتي. في ايه جلال مالك؟ مفيش. حتى أنت؟ حتى أنا ايه؟ ينفع أشوفك؟ إمتى؟ ينفع بكرة؟ بالنهار ولا في السهرة؟ اللي يريحك يا جلال. أنا بكرة طول اليوم أجازة عشان عندي محكمة، وأنت كنت قلتلي إن أنت لو هتقدر كنت هتيجي معايا. ماشي، أشوفك بكرة. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أمي، لو سمحتي كفاية، ما تصعبيش علي الموضوع أكتر من كده. ما خلاص بقى يا حاجة، صلي على النبي كده. أمال الله جرى إيه؟ وبعدين ما سايب لك العيال أهو تلعبوا معاكي ويرازوا فيكي. وهو ده يريحني؟ تسيبي ليه؟ تسيبي ليه في الغربة يشيل هم نفسه؟ يبقى غربة وبهدلة. معلش يا طنط بقى، ظروف أكل العيش هنعمل إيه؟ ظروف ايه دي اللي تخليك تسيب جوزك لوحده يتشحطط في الغربه؟ هتشحطط ايه بس يا ماما؟ وانا طالع رحله مع المدرسه، انا بقالي سنين بشتغل بره، خلاص الموضوع انتهى. كفايه بقى، كفايه حقن. خلاص اللي يشيل قربه. خلاص بقى يا ماما، خلاص يا حبيبتي، ما هي دلال برضو هتقعد وتونسنا هي والولاد. لا هو اصل دلال دلال هتقعد عندهم مع اخوها جلال. تقعد مع اخوها ده ايه؟ الأصول يا دلال تقعدي عندنا. لا معلش يا طنط، أفضل إن أنا أقعد في بيت ماما. طب وهتاخدي العيال ليه؟ إيه اللي هاخد العيال ليه يا طنط؟ وده سؤال برضو، ولادي لازم يبقوا قاعدين مع مامته. وبعدين إن شاء الله يعني الشقة هتتظبط وهنبقى ننقل فيها، وبرضو هبقى أجيبهم لحضرتك يسألوا عليكي ويزوروكي. أنا والله ما عارف إيه كان لزوم الشحطاطة دي كلها، ما كانت شقتهم موجودة. مش قالت لك ذوقها بلدي ومش عاجبها؟ ايه يا احسان، في ايه انت كمان؟ وانا قلت حاجه يا اختي؟ ايه ده جرى يا خال؟ هي قالت حاجه غلط؟ ما هو ده اللي صح. والله ممكن لو سمحت يا شوقي اسافر وانا رايق. حاك عليا يا اخويا. حاضر، رايق رايق ان شاء الله يا حبيبي. طب انا بقول بقى نكلم جلال يجي بالعربيه. ممكن فكره. جلال؟ طب ده اسمه كلام؟ وعربيه ابو الشوق راحت فين؟ ممكن برضو صح. لا ما انا بقول يعني يمكن طنط عايزه تطلع المطار ولا حاجه. لا انا لا بروح ولا باجي، انا هسلم عليهم. طيب بقول لك ايه يا خالد يا حبيبي، هو انت طيارتك امتى؟ الساعه 6 ان شاء الله، 6 مساء. هو العيال فين؟ مع اولاد شوقي جو. طب انا بعد اذنكم بس اخش العب معاهم شويه عشان الحق اشبع منهم. طب انا هروح العب معاهم. قومي يا بنت يا سهام، قومي نحضر الاكل لاخوك عشان نغديه قبل ما يمشي. حاضر يا ماما. محامي مستنيكي ولا ايه؟ المفروض انا خايفه. متخافيش. خايفة من ايه؟ خايفة اشوف عمر.
لو وجودي هيعمل اي مشكله انا يعني ممكن ما اجيش معاكي. وجودك هو اللي مطمني. صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد. زي ما اتفقنا اللي احنا قلنا عليه، تخش على الارض تقولي الصراحه وما تخافيش من اي حد. حضرتك وجودي ممكن يعمل مشكله؟ لا مفيش اي مشكله، ده قضيه خلع مش طلاق. بس على فكره وجود جوزها ممكن يستفز، وانا مش عايز اي نوع من انواع الاستفزاز. طيب احنا لسه قدامنا كتير؟ في حدود ساعه، احنا في اول الرول، مش عايز قلق. يا واد يا حسني، انت يا واد ايه يا اما جاي اهو. انت يا واد نمت في الحمام؟ ايه يا اما في ايه؟ هو الواحد ما يعرفش يرتاح في بيت الراحه شويه؟ هو اللي في ايه بقالك ساعه في الحمام؟ ايه رايح تخطب يا رب؟ يا واد يلا عشان تلحق اختك في المحكمه يا بارد. حاضر يا اما. بعدين يعني ما معاها المحامي بتاعها، ولا انا اللي هكلم القاضي يحكم لها؟ برضو تبقى جنب اختك، لا جوزها اللطخ ده يتعرض لها. حاضر يا اما، أنا الاثنين يا رب يتحكم لها كده بنفقه كده تسند معاها هي والعيال. غلوب تتحايل على اختك تقعد معانا هنا هي وعيالها، خايفه تسيب بيتها. عندها حق يا اما. وانت عايزه سماح وعيالها الاربعه يجوا يقعدوا معانا هنا في البيت؟ ده انا انتحر فيها يا اما. والله انت مالك اي 30 لازمه، تصدق بقى مش قادر تستحمل اختك وعيالها. يا اما دول مش عيال، دول اربع شياطين. وبعدين هو انا قصرت مع سماح اختي في حاجه؟ ده حتى أنبوبة البوتاجاز أنا اللي بغيرها لها. لا شهم يا واد، صدق يا رب تفلح كده في أي شغلانة وتسد فيها، تنفع نفسك وتنفعنا معاك. ده معاش أبوك ما بيكفيش يا ابن العيش الحال. ييه، بقولك يا أما أنا نازل، عشان أنت لما بتفتحي في الموشح ده ما بتخلصيش. ربنا يصبرني عليك. صدق بقولك يا سوسو، هتطبخ إيه النهاردة؟ مش هطبخ النهاردة. إيه رأيك بقى؟ يلا اتفضل، وهات اختك معاك هي وعيالها عشان يتغدوا معانا. طب ما انت هتطبخها اهو. غور يا واد. والنبي عسل. ايوه ايوه مجدين. دلوقتي؟ طيب ماشي، خلاص هاجي لكم حالا. سلام. خير يا جليل، في ايه؟ الدكاترة كتبوا الكريم على خروجه من المستشفى، لازم اروح لهم دلوقتي حالا. انت عارفة بقى المستشفيات اكيد محتاجين السرير. اه طبعا فاهم، خلاص روح له. مش عايز اسيب بعض. ما تقلقش علي، الشوية اللي انت قعدتهم معايا طمنوني. أنا آسف، أنا اللي همشي وأسيب، بس غصب عني يلا. جلال، أنت لسه بتحبني؟ والله العظيم أنا في المحكمة